توقعي بلما رئيس اتحادية بقيمة محمد راوراوا يخرج دي زيمال يعطيهم للصحافة؟ هنا العيب. انا امي العام وانت رئيس بعت لك ما دار بيناتنا، انا ما خنت تخرجهم، هنا يوقع العيب. انا نقول لك لو كان ما كاش مشروع الفندق والله ما كان حتى مشكل بين زتشي وراوراوا، بدليل انه كاين بعض الوسطاء وبعض الناس اللي حبت تقرب بيناتهم وحبوا يديروا الصلح، لكن رد تاخير دين زتشي قالوا انا مستعد باش نمد لك يدي بشرط ما تجبدليش برقه ديال الفندق، لانه الجزائر الان راهي بحاجه الى مراكز تكوين. لماذا تمسك بالفندق؟ لماذا؟ او في خساره كبار، لانه فيه خسائر ماديه كبار، تعويضات، لانه الناس خسائر ماديه مجيبو ياك ماشي مجيب الاتحاديه بصح هذا المال العام خويا انا جاي هنا نحاسب. لا لا نتكلم لك على راوراوا، لماذا او مصر على بين الفندق؟ انت تقول لانه خسائر، هل راح يخسر مجيبو ياك الاتحاديه؟ يقدر بالك على بالك الصفقات كيفاش تاتي من الشركات، كانت ديجا كانت شركه وطنيه ومن بعد راح شركة أجنبية هي اللي كانت مكتب الدراسات أجنبي. احنا ما ناش دوك، أنا ما عنديش أدلة باش نحكي لك داو ما داوش، لكن أنا نقول لك باللي هذا هو رأس المشكل بين الاتحاد السابق والمكتب السابق والمكتب الحالي، وهو هذا هو التهويل الكبير اللي راه صاري نقولوا في مواقع التواصل الاجتماعي من عند ناس جهلاء ما عندهم حتى ما يعرفوش اصلا القوانين.